أصبح بإمكان عشاق أفلام بوليوود في الأردن الاستمتاع بلمحات من الثقافة الهندية النابضة بالحياة، وذلك بفضل دروس جديدة للتدريب على الرقص الهندي. الأردنيات توافدن على الفصل التعليمي بقيادة مدربة الرقص راشمي أولكار، حيث انتقلت المدربة إلى الأردن قبل عامين لتفاجأ بشعبية أفلام بوليوود الكبيرة في البلاد. على الرغم من أن أفلام بوليوود تحظى بشعبية كبيرة هنا، إلا أن الناس في هذا المكان ليس لديهم فكرة عن ثقافة الرقص الهندي على الإطلاق، لأنهم لا يشاهدون الكثير من الرقصات الاستعراضية، والأمر لا يتعلق بالنقرات والموسيقى فحسب، لذا أحاول أن أنشر تلك الثقافة في الأردن. الرقص الهندي به أكثر من 35 أسلوبا متميزا في الرقص، بعضها تظهر فيه تأثيرات أكثر حداثة مثل موسيقى الجاز والهيب هوب. أفلام بوليوود تشير إلى صناعة السينما الهندية الغزيرة في مومباي، كما يعتمد نجاح الأفلام على الموسيقى أكثر من الحبكة القصصية. فكرتي هي محاولة تبادل الثقافات، عندما تأتي إلى بلد مختلف تطلع على ثقافة مختلفة، خاصة في بلد مثل الأردن، لأن الناس منفتحين وودودين للغاية، وهم مستعدون لمشاركة ما يعرفونه معك، فأشعر أنه يجب أن أرد ذلك، لذا أعتقد أن هذا هو أفضل شيء يمكن أن أقدمه لهم. وشارك في فصل الرقص الهندي 13 امرأة، حيث سجلن أنفسهن في الدورة التي تستغرق 10 ساعات وتبلغ تكلفتها 45 دينارا أردنيا. لقد سمعت عن ذلك الفصل من صديق لي، وكنت دائما مهتمة برقص بوليوود لأنه حيوي جدا وكله حركات، كما يبدو على الجميع الحماس عندما يرقصون، لذلك أردت أن أجرب أيضا. الفصل الواحد يستغرق ساعة واحدة تستغلها يولكر في تعليم النساء الحركات الأساسية ليرقص الجميع معا على الموسيقى المبهجة باستخدام الأوشحة.